طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. هذا بلد ترسوه مخدرات، ترسوه أذية، ترسوه فوضى، ترسوه زنا، ترسوه ملاهي، ترسوه خمر، ترسوه حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماء. بطل من أبطال البصرة وليدي، أنت طالبت بحقوق البصرة، طالبت على مود مي مالح. قانوننا قانون، هذا من تبي الفلان جهة لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنة. أهلا بكم مجديد أعزائي المشاهدين. طبعا اليوم عندنا أكثر من موضوع، نبدأ بموضوع طلاب المدارس، هؤلاء الأطفال الذين يعانون ما يعانون في العراق، خاصة عند نزول الأمطار في العراق. طبعا احنا راح نتحدث في البداية عن الطلاب في العاصمة بغداد. بعض المناطق هناك بعض المقتطفات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر معاناة الطلبة والطالبات الأطفال الصغار عند ذهابهم إلى المدارس وعند رجوعهم إلى بيوتهم. طبعا الطريق غرقان بمياه الأمطار، الطريق يعني كثير من المعاناة لدى هؤلاء الطلاب حتى يصلون إلى المدارس. أضف إلى ذلك أن المدارس كما هو معروف وأغلب العراقيين لديهم يعني أبنائهم أقربائهم في المدارس يعانون ما يعانون في داخل المدرسة من قلة النظافة، من قلة يعني الرحلات التي يجلسون عليها كما نسميها في العراق. هذه المعاناة التي يوميا نراها ونسمعها في الواقع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي دون حلول ناجعة من قبل إن كان وزارة التربية ولا من قبل البلديات ولا من قبل الحكومة بشكل عام. المقطع التالي اللي راح نشوفه من العاصمة بغداد، بالتحديد بمنطقة الكفاءات في العبيدي في بغداد، وراح نشوف كيف انه الطلاب يمشون في وسط الطين ووسط الأمطار وهذه المعاناة مستمرة منذ 15 عاما، منذ العام 2003 ولغاية الآن. ربما يقول انه أحد يعني المشاهدين يقول قبل هذا العام كذلك كانت هناك هذا الأمر، لكن ليس بهذا الحجم، ليس بهذا الحجم. واليوم العراق يصدر باليوم 4 مليون برميل نفط في اليوم الواحد، ميزانية العراق أكثر من 100 مليار دولار. لم يشهد العراق قبل العام 2003 أن وصلت هذه الميزانية في هذا البلد 100 مليار دولار، أكثر من 100 مليار دولار في السنة، ولكن على الأرض لا يوجد شيء. خلونا نشوف هذا المقطع من منطقة الكفاءات وهو يوضح حال طلاب المدارس في هذه المنطقة، منطقة الكفاءات في العبيدي في العاصمة بغداد. نعم، يعني أطفال صغار، ويجي واحد يقول لك ليش مستوى التعليم في البلد ده يتراجع؟ إذا هذا الطريق يوصل به الطالب للمدرسة ويرجع منه للبيت، كيف راح يكون مستوى الدراسي؟ كيف راح تكون عنده قابلية للدراسة؟ سوف يكره المدرسة، سوف يكره التعليم بسبب هذه المعاناة. طبعا هذا المقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي
وهناك تعليقات كثيرة حول هذا المقطع ومقاطع أخرى سوف نأتي عليها تباعا. هذا المقطع يعني أثار الكثير من التعليقات، منهم من قال منتظر الأجودي علق قال يلا أهم شيء عمار ومقتدى بخير. علي سالم مبارك قال بركات إن الشالة والذيول. علق آخر وهو فاروق علي قال بلد ألا دولة. ومحمد محمود غرد وعلق في الفيسبوك قال محمد محمود قال لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد فيصل إبراهيم علق يا أخي أنت بالعراق كل شيء تشوف وكل شيء تتوقع. هشام الملك علق مصيبة. ياسر أو عمار علق بفضل الأحزاب الإسلامية هذا حال العراق. دري عدنان قال حسبي الله ونعم الوكيل. معنا اتصال. ياسر من بغداد. صباح من بغداد، تفضل. صباح. السلام عليكم استاذ عمار. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا هلا بك. يعني بالنسبه للموضوع هذا اللي هاي تتحمل رئاسه الوزراء وامانه بغداد تحديدا. نعم. يعني امانه بغداد رئاسه الوزراء خصصت لها مبلغ الخدمات وغيرها وشبكة الصرف الصحي اللي هي تعتبر للنظام السابق، تعرف هاي 17 سنة 15 سنة يعني بعد ما بيها مجال، يعني ظلت مستمرة بالخدمة، لازم تطوير لها، لازم يعني تحديث لها، لازم صيانة مستمرة لها خلال هاي السنوات الماضية. ونعرف احنا كل المسؤولين بأمانة بغداد درجات العليا كلهم ملتهين بالفساد والسرقات، واتحداهم اذا سووا منطقه من مناطق بغداد مهما تكون كثافتها السكانيه كالعرقيه، خلينا نحكي منطقه سنيه او شيعيه، سووا منطقه نموذجيه لامانه بغداد، شنو انجازاتها؟ شوف الطلاب يعني يكسرون بالقلب، شنو ذنب الطفوله؟ يعني يخوضون بالمياه الاسنه وهاي الامراض اللي مستشريه بالبلد، يعني لا ما حد فكر بيها، لا وزارة الصحة، لا أمانة بغداد، لا رئاسة الوزراء، وبالذات النزاهة. النزاهة اللي هي كان لها دور فعال بالسنوات الماضية ولا بالوقت الحاضر بعد، يعني مثل ما تقول استاذ يعني وقع الفاس بالراس. لا. يعني شيري دي يلحقون عليه، يلحقون حتى يسوون أمانة بغداد إذا راس الهرم هو فاسد. النزاهة اللي المفروض تحاسب المسؤول هي فاسدة. يعني أي ملف فساد بهذا الموضوع والتقرير اللي نشرتوه، النزاهة شنو كان دورها؟ أي ضغط على أي مسؤول فاسد يمكن يأخذ له $500,000 ويسدون الملف مالته، لأن هو اعتياد المسؤول. صباح، إذا هذا حال العاصمة بغداد فكيف حال المحافظات الأخرى؟ هو جاي لك استاد عليها. نعم. يعني هاي بغداد اللي كانت رمز وقلعة الوطن العربي بالتقدم بالنظافة، يعني أكثر من رئيس دولة زار بغداد بالثمانينات، بداية الثمانينات قال أرد أسوي مثل أبو دبي وغيرها هسه مع الأسف على إيد هاي الحكومة اللي يسمون نفسهم إسلاميين، حكومة حزب الدعوة الإسلامي، حكومة مجلس الأعلى الإسلامي، حكومة الحزب الإسلامي العراقي، يعني كلهم إسلاميين ما شاء الله، لكن على واقع الأرض ما راح نشوف لا عمل لا منجزات، لا عندهم فد شيء يتفاخرون بين مثل جلساتهم، الجلسات الأنس يقول لك أنا سويت جسر، أنا سويت مستشفى. يعني كوزراء أو مسؤولين أو أحزاب شنو اللي يقدموه للبلد؟ قياس بأي دولة جارة خلي يقيسون هم الخدمات، يعني من الصير أمطار عندهم. يعني هسه تركيا احنا نعرف ونسمع بالأخبار أكثر من محافظة صار عندها فيضانات، لكن ورا ساعات انتهى الفيضان، شبكة الصرف الصحي سحبت المياه كلها إلى مناطق يستفاد من عندها المزارع، يستفاد من عندها الزراعة. يعني مو تقول المياه تروح بعد ما بها فايدة، يعني يفكرون دولة تفكر بكل شيء اللي يصير، فيضانات أو أمطار غزيرة أو غيرها. حكومتنا مع الأسف عليها، ومع الأسف احنا نقول عليها حكومة، هاي مو حكومة، هاي ناس مجموعة لصوص دمرهم العراق ودمرهم العاصمة بغداد اللي هي عروس كل العواصم. مع الأسف هيك بغداد تصير كل شوارعها لا شوارع لا تبليط لا خدمات لا أمور لا جسور لا هاي المتروات اللي غزت كل الوطن العربي وغزت أوروبا وغيرها. احنا بعيدين كل البعد عن كل الخدمات. المفروض الطالب وبالذات الابتدائية يشجعونه
ان يكون دماغه مفتوح بالحصه الدراسيه، مو يروح يخوض بالطين والمياه الاسنه وغيرها، واهله خايفين عليه بين ما يروح وبين ما يجي، وشون يودوه وشون يجيبوه. يعني اغلبيه الدول تعرف هاي نظام الباصات وغيرها، والطالب العراقي مع الاسف على هيك حكومه اسلاميه يسمي نفسها، الطالب يعاني يلا يصل مدرسته في سبيل يتعلم حتى من يكبر يخدم هالبلد، يخدم مثل ما يخدمون هسه الاخوان. نعم. المحافظات اجيك على المحافظات، شلون المحافظات المنكوبه السته اللي دمرتها هاي الحكومه الطائفيه، شلون هسه وضعها؟ يعني الجانب الايمن الموصل والايسر وبيجي والرمادي وغيرها من مناطق صلاح الدين وديالى، هسه وضعها شلون؟ يعني بهاي الامطار وهاي السيول المياه شلون وضعها؟ اذا بغداد يعني تكسر بالقلب، المحافظات والقرى والارياف شلون وضعها؟ يعني أسوأ بالتأكيد، أسوأ من 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 كل الحكي اللي احنا نحكيه. نعم، أنا أشكرك صباح من بغداد. كان معنا اتصال أم أزهار من بغداد. تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى هاي العصابات، أنا بسأل سؤال، هذول الحكومات المتوالية من 2003 إلى هسه، لما يخلون إيديهم على القرآن ويحلفون إنه هم شرف هذا البلد، هم راح يقدمون، هم راح يأخرون، هذول ما يخافون من حوبة القرآن؟ لكن هذول أنا أتعجب عليهم، مو إسلام، لا إسلام في هذول العصابات، من كل الأحزاب، إذا إسلامية إذا دعوة إذا كلهم مو إسلام ويدعون بالإسلام وأهل العمايم. أنتوا يا أهل العمايم ماذا تشوفون هذول أطفال الجيل الجديد اللي دي يخوضون بالتربان بالماي العكر ودي يخوضون بالطين ودي يروحون مدارسهم فايضة وما ولدكم هم هيك يصيرون؟ أنا بس أسأل، ولدكم هم هيك يخوضون بالتربان؟ أو أم أهلكم برا بالخارج يتمتعون بأموال هاي الدولة اللي بكتوها؟ لكن إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يعميكم القرآن ويعميكم كلام الله إن شاء الله ويعميكم رب العالمين. ترى الدنيا مو دائما لحد باطل الآخرة، لو أنتوا إسلام ما تصدق تفكرون بالآخرة مالتكم، مو هذا البوغ دمرتوا هذا البلد كله من شماله إلى جنوبه. وبعدين هذا الشعب اللي ساكت اللي دا يشوف هالمعاناة وهيشوف هالتعب وهالجوع وهالعريان وهو ساكت على هالضيم اللي هو فيه، المفروض لو عندهم غيرة شوية، الغير هنا تقوم لازم بالسلاح، مو هيك يصفقون ويسقط فلان يسقط فستان أو يروحون أبو المالية ويجمع عليهم ويقتلونه أو يلبسون الملابس اللي مثل ما فرنسا محتاجة. كل الدول من تحتاج يوم ثاني كل شيء ينتهي، يطالبون يمتعون الناس اللي قاعد يطالبون بحقهم ينطوهم حقوقهم. لكن احنا من 2003 الى هذا اليوم ما شفنا حق من حقوقنا انطونا اياها، ما حد ينطينا، ما حد ياخذونا، ما يبقون، ما جايين سراق، ما جايين، مع الاسف يقولون احنا. نعم. هم بري منهم الدين إن شاء الله، بري منهم الدين، ويوم الآخر إن شاء الله يتلقوها بأعمارهم وأولادهم وأولاد أولادهم وبحياتهم هم، وإن شاء الله مثل ما دمروا هذا البلد يدمرونهم، حتى إذا كانوا بالخارج يدمرون. وأنا أشكرك. شكرا أم أزهار من بغداد كانت معنا. تعليقات حول هذا المقطع اللي عرضناه قبل شوية. شاكر يقول: متى الفرج؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ستلعن الأجيال كل من سرق أموال الشعب العراقي ولا ينسون من تسبب بتعاستهم. مالك قال: كلامك صحيح على النفط، بس ما حكيت وين تروح فلوسه بالنسبة للأربعة مليون دولار أو الأربعة مليون برميل باليوم. يقول أبو باسل الكبيسي: صار العراق أضحوك بالعالم بسبب الحكومات الحرامية، والشعب جوعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع أن يغير مدير بلدية صغيرة. هذه بعض التعليقات التي تم تداولها على موقع فيسبوك، بالتحديد على صفحة شباب التغيير، حول المقطع الذي عرضناه قبل قليل. مقطع آخر كذلك في العاصمة بغداد في منطقة المهدية،
راح نشوف كيف أن الطالبات الصغار يمشون على أحد الأسيجة سياج يمشون عليه الطالبات حتى يتجنبون مياه الأمطار والطين اللي موجود في الشارع. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم. هاي شوف الطلاب شلون دخل صعد على الحايوت على الحايوت تصعد تمشي هاي تلاميذ وهاي من هناك الباب اكو باب ثاني المديره ما تبغى تفتحه مديره لان هذا باب بهلها باب ابوها من هنا يطبون على اهلها هاي الطلاب صاعدين والله على الحايوت ويسلكون والله هذا الله يقبل بهذا وين احنا عايشين سنه 2018 يا ولد المدرسين ولد المديرة يعني هاي شوفوا المأساة هاي اللي يجون يشوفون المسؤولين هذا يا دانيال حلال من ذيك الباب ما يطلعوه إلا من النابطين الأطفال هاي تتباكى زعاطير هم ذول أطفال العراق وهذا المستقبل نبني مستقبل شلون ينشا الطفل شلون يتكون عقله ما يبطينه شوفت هاي المأساة هاي المأساة اللي شوفها المحافظ اللي شوفوها المسؤولين شوفت هاي حتى هسه شكو ما اتخذتها بالمدرسة من تطلع تمشي بهذا الطين تخاف تجدق راحت كذا من باله هاي هذا فاضل عن المدرسة هاي لو يلعبون بالتسلقات فاضل الكعبة هاي شو هاي المأساة وين راحوا الإعلاميين هل يجون يصورون هل يجون يشوفون مو يصورون اللي شارعين حطوا لي سبيس وفلان وفلان والمسؤولين ألف مسؤول يجي يصوروا يعني ألف مسؤول يصور هنا سبيسات ذاتي تقول باني لعمارة ناطحت سحاب تقول مطي من جيب الخاص من جيب الخاص دابل صورني وانا ما ادري دابل لور سبيس ألف صورة يطق وياهم واليوم واليوم واعمال واعمال هاي الاعمال هذا العراق هذا شفنا وسمعنا اللي دا يصورون اثنين يبدو انهم اصدقاء يتكلمون انه كيف للطالب بهذا الوضع يراد منه أن يتفوق أن يتعلم يعني أبسط شيء أنه طالب أو الطالب من راح يمر بهذا الطين وهذا الماء أكيد راح يرجع للبيت حتى أمه تغسل هدومه زين إحنا بالشتاء شو وقت تنشف هاي الهدوم حتى كهرباء ماكو حتى يجففها مثلا بالغسالة هذه المعاناة اللي موجودة في العراق هذه المعاناة اللي موجودة في العراق معنا اتصال ابو ياسر من تركيا تفضل ابو ياسر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بالنسبه للحلقه مال اليوم فيما يخص الامطار وعن المدارس نعم يعني هو المطر بكل دول العالم هي نعمه نعم والناس يصلون صلاه استسقاء على مود المطر لكن للاسف هو بلدنا عكس الطلب هو نقمه لان اذا شوف هذا الاطيام ما اطيام يعني بالنسبه لشغله المدارس هو اولا يعني احنا المنهاج مالنا منهاج المدرسي المنهاج التربوي هو منهاج تعبان وغير معترف فيه حتى من اليونسكو يعني لذلك طريقه الدراسه تختلف هذا الطالب اذا راح هو بالمطار واذا راح مو مطار فهو نفس الشيء يعني هو اساسا ياخذ منهاج تعبان انا اتحدى هذا اللي يطلع معدل 99 97 98 اذا برا يطلع يشوفون كمقارنه ما بين الدراسه مالته والدراسات الدول الاخرى راح تشوف هوايه مقارنه يعني اكو هوايه مناهج اساسا متى يواكب الناس. بالنسبه للامطار هو احنا ما عندنا بنيه تحتيه كل المجالات هي كامله. يعني انت المطار اعتياد اطيان والمجاري مسدوده هو التركيبه مالت البلد اساسا الخدمات يعني اراده تغيير شامل. يعني هذا الحكومه الجديده اذا شكلت حكومه يعني واحد يقول يتأمل بنكد بيها شارة والله أعلم يعني الزمن هو
اعلم بهذا الامر، لكن اتصور يعني انه راح يصير هوايه تغيير. يعني وجهه نظري انه هذا السنة يعني سنه انه رب العالمين بيلتفت علينا، اولا من ناحيه المطر، اثنين من ناحيه داعش، ما داعش خلاص اتصور احنا ما عندنا غير الاعمار انه نلتفت الى بلدنا. اما كنظام التعليم بالمطار والله هو اذا راح للمدرسه او ما راح للمدرسه فهو المنهاج التعليمي غير مجدي ويا الطلبه من دور الحضانه الى ان توصل الى مرحله الاعداديه او الجامعات. فأنا اتمنى الخير لبلدنا، واتمنى انه هذه المناظر مال المي تتحول الى شو اسمه الى خزين مال مي نستفاد من عده بالصيف. وانا اشكرك على المشاركه. شكرا جزيلا. ابو ياسر من تركيا كان معنا. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. دعونا نقرأ رسائل واتساب. يقول أخي عمر أنت سامع، حرامي وقاتل وعميل يصير مسؤول 16 سنة ولا يزال يسرق ويتحكم بقوة وهيبة البلد، الشعب ليش قابل؟ هل يعقل بأن العصابات والمنافقين أكثر من الشرفاء والفقراء والمظلومين؟ يقول تشمدوب أوامر، ينتظرون أوامر تجار الدين المزيفين، الله أكبر عليك يا بلد. يقول كما يقول في رسالة أخرى، أخي بقى مسؤول ما فضح بالعراق، مو هم واحد فضح الآخر والشعب عايش على المغذي ينتظر المرجعية تعطي فتوى. رسالة أخرى يقول فيها مبروك من الإمارات، يقول البلد لا زالت فيه المعاناة كثيرة وغيرها، لا تدري ما يجري ويدور في الخفاء، 15 عاما لم تقدم الخدمات، كله فساد ونهب وسرقات، انتشار الأمراض والأوبئة والصرف الصحي من جراء الأمطار والأطفال العالقين في الأمطار ببغداد وغيرها من المحافظات. لا نستغرب أخي عمر أن يقوموا بأي إنجاز، هذا هو الفساد المستشري في البلد الواقع الحالي، يجب أن يتغير ويعود العراق ورجالاته الأبطال لحضنه العربي وتتم إزاحة هؤلاء الأحزاب العميلة لإيران. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم، أين هي الأحزاب التي تدعي الإسلام وأنهم جاءوا لخدمة مذاهبهم؟ لماذا لا يتبرعون أو يدفعون صدقاتهم وزكاة على أموال الحرام التي سرقوها من العراق من أجل تبليط الشوارع التي أمام المدارس؟ أخي هذا مخطط لتدمير العراق منذ أن بدأت إيران بتصدير ثورتها العنصرية، وكل العراقيين يعرفون ذلك. منذ الثمانينات والتسعينات كانت هناك فتاوى تدعو إلى سرقة أموال الدولة وتدمير مؤسسات الدولة في العراق. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. أبو السلام عمر. عليكم دكتور. وعليكم عمر. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله يا دكتور عمر الصراحة إذا تتحدث عن الخدمات، نعم. أكو ناس لحد الآن بتتأمل خير ورا 15 سنة. نعم. أنت اللي تشوفه، أنا ذكرته قبل يومين، بيطلعون على برنامج عندكم بالعشرة بالليل، يطلع على الفيديوهات ما فيديوهات، نعم. يتوسل يبكي يقول بس أريد تشكيل الحكومة. عبال راح يشوف خير. يعني هؤلاء المجموعة من الناس اللي يتوسلون ويترجون من هذول إنه يأسسون حكومة ويبدون عمل جديد، هذول يعني أنا أصور الموجودين مستشفى الشماعية بالمجانين يعني أقل من عندهم قسما بالله. أنت شيش حصلت من عندهم 15 سنة على مود هسه جاي ورا 15 سنة أنت تريد تتأمل من عندهم خير؟ هذول كلهم عصابة واحدة، ما هو من وراهم كل خير، ما يجيك من وراهم لا والله العظيم. يعني أنا متأمل من الشيطان، هو نفسه الشيطان بعينه يجي خير ولا من هذول ما يجي خير. يمكن يجي يوم إذا أنا أتوب إلى الله الشيطان يبتعد عني، لكن هذول ما زال باقيين وما زال أكو من يحميهم
ويحمل سلاح ويدافع عنهم ويترجى من عندهم ان ياسسون هذه العصابه ان تاسس حكومه وتقود البلد. هذا من سابع المستحيلات. كل خير ما اترجى من عنده. احنا اذا نجي على الحقيقه استاذ، هذول يعني كلهم من اتباع ايران، كلهم من اتباع ايران، اذا مو عقائديا حزبيا. اذا مو حزبيا عقائديا تقدر تقول، لكن عقائديا وحزبيا هم متابعين من الناحيتين، تابعين الى ايران وبيدمرون بالبلد. ابو عمر يصرخون يعني احنا نشوف كل سيد، كل زعيم حزب، كل مسؤول لازم له منطقه. اذا حكينا على بغداد، كل واحد ماخذ له منطقه ببغداد. زين معقوله هو صار له 15 سنه مسيطر و15 سنه يسرق وينهب من خيرات البلد؟ زين هو الشارع ايش راح يكلفه مثلا؟ يعني هو مدى يشوف هذا الزعيم، هذا السيد، هذا المسؤول يقول له تعال للوزير اللي هو رشح للحكومه، يقول له تعال على الاقل بلط لنا شارع، هذا الشارع بلطه حتى شوي الناس تسكت، نمشي امورنا، يمشون شغلهم. هسه مو حبا لا بالشعب ولا حبا بالبلد، عم حبا بالسلطه يعني استثمارهم. يعني اي تاجر، اي انسان يعني بزنس مان راح يستثمر في عمله، ما يريده ينجح حتى بس يمشي اموره. يعني هذا احنا صرنا مثل ما قرانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صرنا اضحوكه بسبب هؤلاء المعممين وهؤلاء هذه الاحزاب الاسلاميه التي تدعي بانها اسلاميه. ما يشوف المسؤول والسيد والزعيم اللي هو قاعد ببغداد ما اخذ له فد 5000 10000 متر مربع؟ دكتور عمر، قسما بالله العظيم، هم عجم قانون يقول لك احنا ما زال قدرنا نضحك على الناس واتباعهم وانصارهم 15 سنة نضحك عليهم، نسرق ونقتل وندمر. هو اقتنع بينا، هو اقتنع، شال سلاح ودافع عنه، فعليه أن يصبر. إذا اليوم طلعت الجيفة مالتنا عليه غصبا ما عليه أن يصبر. زين، لأنه هم مقنعين عقائديا. أكو عصر يسموه عصر الرجعة، الرجعة إلى عصر ما قبل الحجارة. زين، هم يسموه عصر الرجعة، ترجع إلى هم هاي المؤمنين بها، هم هاي عقيدتهم، ما عندهم غير عقيدة، ما عندهم غير شيء يقنعون به. عندهم البضاعة الوحيدة قسما بالله العظيم، البضاعة الوحيدة شيء، إذا كانوا دجالين معممين وإذا كانوا سياسيين خبثاء، هذول عندهم بس بضاعة واحدة. أتحدى واحد يقول لا عندهم بضاعة ثانية، عندهم بضاعة واحدة هي الكذب. والناس المشكلة ده صدق الكاذب، ما تصدق الصادق، لا تصدق، تكذب الصادق وتصدق الكاذب. وهذه من فتن وعدنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الزمان. يعني هسه يطلع يكذب، انت مش تترجى من عادل زوية، ايش تترجى من عنده؟ هم ضمن خطه واحده لعبوها، هذا جابوه سووه شريف براس العالم. والله شنو هذا مستقل؟ هذا مو مستقل، هذا من كان ماجد النصراوي طلعت الجيفه مالته، هو وعمار هذا اجلكم الله، هذا السفيه ويا هذا المرجع اللي دعا الشيعه الى انتخابه وانتخاب القائمه مالته، وسرقوا بالمليارات من البصره خلال 4 سنوات هو وماجد النصراوي كلهم شركه، فكانوا بالمجلس الاعلى. من شافوا جيفه طلعت راحوا سووا تبقوا طهران، قال انا راح اسوي حزب اخر اسميه حزب الحكمه، حكمه ما ادري يعني اي حكمه عنده هذا. زين، وانفصل على جابر باقر جبر سولاك، وانفصل هذا المستقل على اساس عادل زويه، انفصل، رجعوا دخلوا طلعوا من الباب، رجعوا دخلوا من الشباك بهذا الاتفاق. انت عادل زويه 8 سنوات شايل سلاح ويقاتل مع ايران، انت عادل زويه هذا مصرف الرابدين يعتبر زلاطه لا شيء، انت كان 4 سنوات هو وزير نفط ما ادري كم سنه، هو كان نائب رئيس، طلعوا الملفات مالته السرقه، هو ليش ما يقدر يعوفهم؟ لان عليه ملفات هم لازميها، ملفات سريه ما حد يكشفها الا اذا خالفهم وخرج عن اراده الاحزاب الشيعيه المواليه لايران، خلي يكون بعلم الشيعه كلها. هذا مو جاي نبي، هذا مو المهدي المنتظر اللي تتوقعه راح يجي، لا عمي لا، هذا واحد من الحراميه من العصابه. زين، لا يغركم والله ماخذ شهاده من فرنسا وماخذ شهاده من بريطانيا وماخذ ما ادري منين، هذه كلها كذب. الانسان بالايمان وبالاخلاق، اذا ما عنده دين عنده اخلاق. حتى احنا نعرف ناس بالهند يعبدون الثور لكن عندهم اخلاق،
ما عندهم دين، عندهم الزور هو ربهم، هو صاحب الكتاب مالتهم، هو اللي خالقهم، لكن عنده أخلاق، عنده أخلاق، هذول حتى أخلاق ما عندهم، لا دين عندهم ولا أخلاق عندهم ولا شرف عندهم، كل شيء ما عندهم، والناس تتأمل من عندهم خير دين. فأنتوا إذا ما يتم تحريك هالأيام منتظروا ساعة الصفر من أمريكا، أمريكا تحمي الحدود العراقية الإيرانية من الشرق ومن الغرب. أرجع أحكي لكم يا صراحة، أنتوا عليكم التحرك من الداخل، من الداخل يا شيوخ العشاير، ما تطلع شعارات يا لعقل يعقلكم حرامية، هذا عيب أصلاً بطلها للسوالف هاي. زين أنا بارحة ما ذكرته، الطفل الفلسطيني ما عنده غير الحجارة، الحجارة يقاتل دي يقول أنا مؤمن بيها، أنا مؤمن بهذه الحجارة تخوف اليهودي الصهيوني المحتل بلدي، لكن أنت كل أنواع الأسلحة موجودة بيتك، من المسدس إلى الراديمات، إلا المدافع والهوانات والقاذفات والبيكيشي، أنت تقول ظام علي اليوم الأسود، إذا هذا مو يوم أسود هذا، شنو هذا؟ أرجع أعرف أطلع، أنا ما أحرركم، لكن أنت عليك أن تحرر نفسك تخرج من العبودية، أنت وقعت بعبوديتين، أنت قبل 1425 سنة من إجى عمر بن الخطاب حررك من عبودية كسرى، لكن هذه العبودية بقت بجسمكم، زين؟ إلى أن جاكم إسماعيل الصفوي دخلكم إلى عبودية أخرى. أبو عمر من السليمانية كان معنا، شكرا لك. رسالة من أبو الحسن يقول فيها: أخ عمر، هذا البلد فيه خيرات وهؤلاء المسؤولين جاءوا لسرقة هذه الخيرات وليس لخدمته، والشعب لا حول له ولا قوة إلا بالله، ونحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد وسارق وأعوانهم. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا لحضرتك وقناة الدين وكل التالي. حياك الله يا حبيبي. يعني أستاذ عمر، يعني شنو نأمل من حكومة وسياسيين وبرلمانيين باعوا وطنهم؟ معقولة نأمل منهم يهتمون بالطفل أو يهتمون بتقديم خدمات للناس؟ وبعدين هسه خلي الطالب، يعني اللي هسه دا يدرس وتعبان وأهله تعبانين، ويشوف طالبة عراقية تخرجت بمعدل 99% وتركض هي وعائلتها على مود يعينوها ولحد هسه ما معينيها. نعم. شلون راح يصير واهس ورغبة عند الطالب أن يجتهد وينجح وبالأخير يبروز الشهادة مالته ويعلقها على الحائط ويظل يباوع عليها؟ والله العظيم أستاذ عمر، أنا عندي 4 خريجين، أولهم من سنة 2003 تخرج وتقدم على تعيين، ويجوا جماعة، واحد يقول له يدفع كذا مبلغ، والآخر يقول له يدفع كذا مبلغ حتى نعينك. نعم. والآخر هم يرفع بالسعر. خلص يا كلية أبو ناصر؟ خرج كلية تربية قسم إنجليزي أستاذ عمر. نعم. والله العظيم هذا أول واحد طبعا، والحد الآن ما متعين وفاتح بسطة يبيع عليها خردة وهو متزوج وعنده 4 أطفال، والبقية نفس الحالة. وصدقني أنا شخصيا، يعني أخبرني أحد الأصدقاء، يعني قال لي بنفسي قدمت معاملة ابنك، والسيد المسؤول من شاف اللقب رجعها وما قبل يعينه، ويطلع واحد ويقول لي ماكو طائفية، وهم المسؤولين معقولة ما طالعين للخارج وشايفين شلون الدول مهتمة بالتعليم وبالأطفال؟ وأبسط مثالها هنا بتركيا يا أستاذ عمر. نعم. يعني حقيقة ما شايف معاملة للطلاب مثل المعاملة والاهتمام اللي يبذلوها التدريسيين للطلاب، لكن مثل ما قلت لك، ما قلت لحضرتك أستاذ عمر، هم باعوا وطنهم، فلا أمل منهم للاهتمام لا بالتعليم ولا بالصحة ولا تقديم أي خدمات للشعب، لأن هم زمرة إجرام وفسق وفجور. يعني تصور حضرتك، أنا كرجل متقاعد وتقاعدي 950,000 كل شهرين، وأنتظر الشهرين بفارغ الصبر شوفت راح يجي التقاعد، شوفت راح يجي اليوم تأخر واليوم يجي، ومن هالشغلات هاي، وبقية المتقاعدين نفس الحالة. يعني تصور من أروح أستلم تقاعد أنا وبقية المتقاعدين، ألقي أنا اللي راتبي 950,000 كل شهرين يقطعون من عندي 40,000 دينار دعم للحشد؟ معقولة هاي أستاذ عمر؟ مو الدولة ما عندها فلوس خطية. يعني معقولة أنتوا الميزانية الضخمة اللي خصصتوها للحشد ما تكفي تستقطعون من راتب المتقاعد هذا اللي راتبه ما يكفي 15 يوم وكلها تركض وراء، من أبو الإيجار إلى أبو المولد إلى الكهرباء إلى المي إلى الصحة إلى غيرها وغيرها وغيرها؟ يعني معقولة تستقطعون من عنده على مود الحشد أستاذ عمر؟ يعني فد شغلات تعبانة والله العظيم. يعني أستاذ عمر أنا قلت لك، يعني هي زمرة فسق وفجور، وباعوا شرفهم وباعوا وطنهم،
وبقى الدور الرئيسي للشعب اللي لازم يقضي عليهم وينهي تواجدهم ويقدمهم الى محاكم نزيهه، مو محكمه هذا المجرم مدحت المحمود اللي دمر القضاء بالعراق. محاكم نزيهه تحاكمهم وتاخذ كل اللي ترفض من هالبلد هذا، وكافي سكوت، لانه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وقت راح تكون عندك القوه انت يا مواطن وانت تشوف الظلم اللي عايشه وتطلع وتسترد حقوق؟ نعم. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا، كان معنا رسالة على الواتساب من أبو مصطفى البياتي يقول: أخي عمر، من جاء بعد الاحتلال ألم يكن عميلا؟ يتساءل: ألم يأتي حكم طائفي، مجلس الحكم الطائفي وعليه؟ فهذه بداية النهاية للعراق. أما ما يحدث للتربية والتعليم يقول: فهي حاصل ما اتفقوا عليه المتخاذلين في تدمير الشعب والطلاب بشكل خاص، وكما تعلم تقاس تقدم الأمم أو يقاس تقدم الأمم من عملها، من علمها وثقافتها. كل الحكومات التي حكمت العراق بعد العام 2003 معظمهم جهلة ومتخلفين، لا ينفعهم الشخص المتعلم لاعتقادهم بأنه سيفضحهم ويفضح سلوكهم الشاذ. ناهيك عن الفتاوى المضللة تجاه المدارس الابتدائية المختلطة، وبخصوص الكابينة الوزارية فحدث ولا حرج، أجندات خارجية، إيران تفرض فالح الفياض ووزارات أخرى بعد وصول قاسم سليماني إلى بغداد واجتماعه بذيوله في بغداد لإسناد الداخلية للفياض، والثقافة لجماعة العامري وعلى هرن طحين شناعم كما يقول، مثل ما يقول المثل العراقي: والعراق نحو الهاوية، يقول: لعنهم الله لخلاص العراق منهم. رسالة أخرى يقول فيها: السلام عليكم، المشكلة ليس فقط بالعملاء وإنما المشكلة أيضا إدارية. 90% من الموظفين في الدوائر من كبار الموظفين وصغارهم أصبحوا مرتشين وسراق، و10% من المتبقين لديهم عدم مبالاة، شعلي معلي الخلل في الشعب كما يقول. معنا اتصال أبو فهد من الطارمية، تفضل أبو فهد. أبو فهد حيك وحي قناة الرافدين، حياك الله يا أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. احنا بس أريد أسأل سؤال مثل الواحد يسأل السياسيين الطالعين برا، المثقفين الطالعين برا. احنا أكثرية سيقول لك، قبل شوي الأخ يقول لك فلسطين بالحجارة، الشعب العراقي شبيه ليش ما يزيح ذولا؟ إيه احنا نزيح ذولا؟ احنا كنا نعرف اكو دولة مثل كبرى تحاسب اي رئيس دولة يسيء على شعبه تحاسبه، مو زين. احنا الحويجة من المظاهرات ضربهم الملك وخلى حتى المعوق يرعص بالقاع، البصر الرمادي، هاي الدولة الكبرى شو ما اجت حاسبت ذول الصعاليك؟ زين يعني احنا شلون اذا نشوف قدام كل مظاهره تطلع يزدادوها ويضربوها وقتله تصير بيها وما حد كل شيء يسوي لهم، الدول الكبرى ما تسوي لهم؟ زين يعني احنا منو اسلحه؟ احنا كنا ما عندنا اسلحه، معقولا نطلع احنا نشوف هذا هو عدونا يضربنا يعني من نطلع هو شايل بي كي سي، ومعقوله اطلع لان كل شيء مشايل؟ يعني والله ما صايره، يعني اكو بيهم بالخارج مثلا ينادون الشعب العراقي يطلعوا، شلون نطلع؟ بس قل لي شلون نطلع؟ البصره ما ضربوها، الحويجه ما ضربوها، الرمادي ما ضربوها، بغداد ساحه التحرير ما ضربوها. احنا نريد بس يعلمونا هاي الدوله بدها تحاسب الرؤساء الدول اللي سيء على دولته، اللي سيء على شعبه. اريد اسمع من المثقفين او من السياسيين اللي برا خارجين، واشكرك. شكرا أبو فهد من الطارمية كان معنا. سعيد العذاري من النجف يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الإسلامي السارق ينكر وجود خالق يراقبه وينكر وجود جنة ونار كي يستقر نفسيا كما يقول، لأنه إن سرق وهو مؤمن سيبقى قلقا فينكر ليزيل القلق. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. يوم أمس خرجت تظاهرات كما شفنا في البصرة عند المبنى الجديد للمحافظة. تم ضرب المتظاهرين الشباب المتظاهرين برصاص الحي. خلينا نشوف يعني مقطع وجانب من هذه التظاهرات التي خرجت يوم أمس في محافظة البصرة. أمس كنا ما يقارب عددنا 150، كنا واقفين ما أعتقد واحد بدأ يشمر طابوقه وبدأ يعتدي على القوات الأمنية، إلى أن نزلت علينا قوة مهمات الخاصة لابسين أسود بأسود، نزلوا علينا بدونكيات حديد بدونكيات بلاستيك، بدأوا يطقون بالشباب، بدأوا القمع، بدأوا بأساليب تعسفية كلش، بحيث أنا كنت واقف سحبوا موسى، موسى معتقل عندهم، وبعد بعض الأصدقاء معتقلين عندهم. أنا تعرضت الحمد لله الضربة وأدت إلى سلامات، ثلاث خياطات الحمد لله. إن شاء الله ما راح تقل من عزيمتنا، بس بكثر ما راح تقوينا أكثر. وبعدنا ما مخلصين لقاء وحمدنا وشكرنا وثنينا على جهد الشيخ أسعد العيداني بكذا مقابلة ذاك المكان. بعدي ما مخلص المقابلة إلا والهراوات تنزل علي من كل مكان، ما أعرف ماما مو هاي بعد أماكن نعم، ولفظ نابي نزل وجه المنطقة حساسة بجسمي، والكل واقف ما عدا ضابط واحد شوية ولابسين المرقط هذا النيلي، هزته شوية قطة الحياة بعدها ما واقعة من جبينه، قال لا تعتدي عليه. ما عندنا تخريب يا عمي، الله أكبر، الفاسدين شعب ومجيء المدفع، لعب الشرطي، لعب الضابط، يردون للصادم، لا احنا جاي نقول البصرة مكوبة، أحزاب الله، لو كان عندنا عرب بالحزب ما صار بينا شيء، عندك عرب بالأحزاب تتعين، ما عندك عرب بالأحزاب ما تتعين، حزب الدعوة كاظم صفحة، مكتب فلان وعلان كاظم صفحة، مفتر البصرة كله، قبل واحد لافتة وقطعة حزب فلان وحزب علان، احنا ولا احنا ما مدفوعين لا بالدسين، عمي تعالوا نطوح حق للبصرة. نعم طبعا تم قمع التظاهرات، شفناه يوم امس كما اشرنا بانه تم اطلاق الرصاص الحي، وكما تحدثت احد يعني امراه في المقطع تم ضربها بالهراوات من قبل قوات مكافحه الشغب. وكذلك انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي انه اسعد العيداني محافظ البصره نزل من سيارته وهو يصيح على المتظاهرين. ابو محمد من الديوانيه، تفضل ابو محمد. الله يسعدك اخوي عمر، شلونك؟ اهلا وسهلا بك، حياك الله، يا اهلا بك. شلون صحتك؟ خير الحمد لله، الله يسلمك. اخوي عن الخدمات، خدمات ماكو، ما موجوده كل خدمات. نعم. كل خدمات ما موجوده. وداعتك احنا هسه احترقت محولتنا صارنا 10 ايام وبلاي كرهبة ضالين، زين؟ نعم. زين؟ 10 ايام ضالين بلاي كرهبة. وكل خدمات ماكو بالمدن، لو تشوف المدن لو تشوفها حال الضيم حالها، يعني تعبانة كلش كلش كلش، ماكو أبد، كل خدمات ماكو، زين؟ نعم. وظلت لك الوادم واحد يتنوع على الثاني وماكو، شو تسوي؟ ما تقول لي شو تسوي؟ نعم نعم يعني شو تسوي؟ هلا الطلاب هاي الصغار حال الضيم حالها، لو تشوفها شلون تمشي بالشوارع حال المليانة ماي ومن الأمطار والهذا، تقول الله يساعدها، شلون هذا يخلونها تمشي وتداوم؟ والله عجيبة. زين ألو ألو أبو محمد، أسمعك وياك. نعم أخوي، شنو الخدمات؟ وين الخدمات؟ نعم. ما تقول وين الخدمات؟ بالصحة المستشفيات هاي ظلت لك التعبانة حال الضيم. نعم. حالها، بيما الخدمات؟ ما تقول لي بيما الخدمات، الخدمات وين؟ وين الخدمات؟ نعم وين؟ ماكو كل خدمات، يعني ناس هم مو غايتهم خدمة الوطن، ناس اجوا على مود المادة ويسرقون أموال الشعب، هاي اللي اجوا عليها هي هاي، زين؟ ناس لصوص جابتهم أمريكا على ظهر الدبابة الأمريكية وخلتهم بهالمكان هذا، والضحية صار الشعب العراقي، ضحية صار الشعب العراقي، زين؟ الشعب كله صار هو ضحية، الشيعة والسنة وكلها صار ضحية، زين؟ نعم.
أنا أشكرك أبو محمد من الديوانية. طبعا شفنا هسه يعني مقطع الفيديو كيف نزل أسعد العيداني محافظ البصرة وشلون أنه يركض وراء المتظاهرين، يعني والله منظر مخزي. أنت محافظ ما يصير زين بدال ما توقف تقولوا عمي شو تريدون شنو طلباتكم. طبعا مو هسه المفروض، هاي قبل سنوات أو قبل أشهر حتى نقول من انطلق التظاهرات، غير تنزل توقف تفتهم من عندهم شنو تركض وراهم شنو صغير انت جاهل. هاي نشوف هسه نشوف احنا المقطع هذا نزل راح ينزل من السياره، راح ينزل من السياره باع باع باع. يعني شوف 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 يعني محافظ انت شنو تركض ورا المتظاهرين؟ يعني والله العظيم معقوله؟ زين انت لعد لو شرطه شو تسوي اذا انت محافظ؟ محافظ محافظ انت حاكم محافظة بحجم البصرة وتسوي هذا التصرف؟ لعد لو كنت مثلا شرطي معلم مدير مدرسة ايش راح تسوي؟ والله عيش وشوف في العراق مع الأسف. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها في البداية حول حال الطلاب طلاب المدارس وأخذنا بعض المقاطع وقرأنا بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخذنا بعض المقتطفات من تظاهرات يوم أمس في البصرة وشفنا محافظ البصرة أسعد العيداني شلون يركض وراء المتظاهرين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.